زوجتي تتمسك براتبها تحتفظ به في البنك وتعطي شيئا منه لوالدها، فما رايكم في مثل هذا التصرف؟ وهل راتبها ملكا لها بالكلها؟ زوجتك راتبها بالكلها واموالها بالكلها، ليس لك منها شيء الا اذا طالت اسمها بشيء فلا باس، كما قال الله جل وعلا: شيء طيب لكم عن جنسك كلها لامرك، اذا طالت اسمها بشيء من مرتبها ومن اموالها الاصليه فلا باس، والا فمالها لها وراتبها لها، تعطي والديها وتصدق منها، فإن أمرت بشيئا عن طيب نفسك، وإلا فاستغني بالله ولا تعلق نفسك بمالها واستغني عنها، إلا اصطلحت أنت وإياها على شيء من ذلك فلا بأس، اصطلحت عنها وهي على نصف الراتب أو نصف الراتب فاصطلح بينكما جائز. نعم.